بعد أكثر من شهر على مواقف البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي التي أطلقها من باريس، أعلن الراعي أن ما جرى في فرنسا هو معاكس تماما لما نشر وتم تداوله. ففي حديث إلى موقع بيروت أوبزيرفر الإلكتروني، قال البطريرك الراعي إنه مع الإصلاحات الدستورية في سوريا وفي أي بلد آخر، ومع الحرية العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا وغيرها من الدول. وأضاف الراعي: قلت للفرنسيين بكل وضوح، نخاف من ثلاثة أمور في سوريا. أولا أن يصل الوضع إلى حرب أهلية، حيث ستتحول إلى حرب سنية علوية طاحنة وستكون تداعياتها قوية ومباشرة على لبنان. ثانيا أن نتحول من أنظمة ديكتاتورية إلى أنظمة أكثر ديكتاتورية. ثالثا إننا نخاف من أنه إذا تحولت الأمور إلى حرب أهلية في سوريا بين سنة وعلويين فهي ستجر الويلات على لبنان. وعن علاقته بالرئيس سعد الحريري قال الراعي: كل ما قيل عن علاقتي بآل الحريري هو عار عن الصحة، فعلاقتي معهم ممتازة وأنا لا أوالي أحد ولا أرفض أحد. كما تطرق البطريرك إلى موقفه من سلاح حزب الله مؤكدا أنه يجب التفاهم على هذا السلاح، فهم لديهم مبرراتهم، وكلام هذا لم يعجب البعض في الداخل والخارج، وفسروه على أنني أتبنى موقف حزب الله. الأسرة الدولية مسؤولة، فقضية حزب الله ليست قضية لبنانية فقط، والبرهان أننا لا نستطيع أن نحل قضية السلاح لبنانيا لأنها مرتبطة بقضايا هي من مسؤولية الأسرة الدولية. التصريحات الأخيرة سيما تلك اللي صدرت يعني او نقلها البيروت اوبسيرفر جاءت صوبت بعض الامور الاساسيه، هلك هذه بدايه تصويب انه اتمنى انه ترجع يعني، وبعتقد انه بترجع الامور من سيد بكركي الى مسارها، يعني المسار على مسافه وحده من الجميع، عنده مقاربه متوازنه للمسألة الوطنية كما مقاربة مبدئية للثوابت اللبنانية، ولشيء كتير مهم مسألة حقوق الإنسان، لأنه هذه مسألة أساسية في الكنيسة مش بس بلبنان، في الكنيسة أينما كانت بالعالم. الكنيسة هي مدافع عن حقوق الإنسان، هيدي قصة أقليات وما أقليات، يعني هيدي بدعة. اليوم ما في كنيسة بتحمي أقليات هون بتحمي أقليات هناك، في كنيسة هي شاهدة للحق، في كنيسة تدافع عن الكرامة الإنسانية، كنيسة ملتزمة قضية حقوق الإنسان. أعتقد أنه هنالك إعادة تصويب من سيد بكركي الحالة إلى هذا الإطار اللي وضعه الفاتيكان، وأعاد التأكيد عليه أنه هو منه مع حدا ضد حدا، هو ضد الأنظمة اللي بتقمع أو مش مع أي نظام خلينا نقول يقمع شعبه. وعن كلام البطريرك عن سلاح حزب الله قال نادر إن الموقف الأساسي من هذا السلاح هو موقف بكركي التاريخي الذي يقوم على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.